بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لدور 16 في بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه في مباراته الأخيرة وتصدره لمجموعته. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه بهذا الفوز المشرف منوها بالأداء العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي وما أظهروه من روح رياضية ومنافسة قوية في هذه المباراة وفي مختلف منافسات بطولة كأس العالم بنسختها الحالية، متمنيا سموه للمنتخب الشقيق مواصلة النجاح وأن يكون التوفيق والفوز حليفه في المباريات القادمة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة.